سلام عليكم. وتعرفنا على الفريقين المنشطين للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 1/6 في لندن، بوروسيا دورتموند وريال مدريد. شو اللي صار من جنون في إياب دور نصف النهائي؟ أكشن كثير لن يمر مرور الكرام في حلقة اليوم، لحظات تاريخية لن تنسى عشناها، دموع فرح ودموع حزن، سيناريوهات خارقة للعادة والطبيعة، ودوري الأبطال من عام 2018 حتى اليوم يثبت إنه دخلنا مرحلة غريبة في عالم كرة القدم. هذه المرحلة تستحق الدراسة والتأمل والتحليل. في هاي السنوات الستة كرة القدم تغيرت بشكل واضح، باتت أكثر إثارة بسيناريوهات وجنون الدقائق الأخيرة. ما يحصل في دوري أبطال أوروبا أثر بشكل واضح على كأس العالم الأخيرة وقبله على اليورو 2021. ما يفعل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمر صعب فهمه وتفسيره، سنختلف كثيرا وقد نتفق. هل هي شخصية البطل أم ارتباك الخصوم أم أخطاء حكام أم توفيق رب العالمين مصحوب بعض رهيب؟ كل هذا راح نحكي عنه في حلقة اليوم. طيب بروسيا دورتموند، أليست حالة تستحق البحث والمتابعة والترحيص والتخطيط والمراجعة؟ ما فعله ريال مدريد مش جديد، شفناه من قبل بسيناريوهات اجمل واقوى حتى اعتدناه. اما ما فعله دورتموند هو الجنون بعينه، شق طريقه بين الكبار حتى وصل الى المشهد الاكبر على الاطلاق. طيب حطوا لي دوري الابطال على جنب، شو رايكم بحاله باير ليفركوزن؟ بتعرفوا شو الرقم الاعجازي اللي حققه بالامس؟ شو قصه الدوري الالماني وسيطرته وسطوته هذا الموسم؟ من ليفركوزن لدورتموند لبايرن ميونخ للايبزيغ لشتوتغارت، عشنا ونعيش الايام الاخيره لموسم كره قدم مجنون لن ينسى ابد الدهر. بروسيا دورتموند، ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، باير ليفركوزن وأتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي، وأولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. وتعرفنا على أبطال أربع دوريات من الدوريات الكبرى حتى الآن: باريس سان جيرمان بطلا لفرنسا، باير ليفركوزن بطلا لألمانيا، إنتر ميلان بطلا متوجا لإيطاليا، وريال مدريد بطلا لإسبانيا، وبقي أن نتعرف على البطل الذي سيتوج عريسا لأجمل دوري في العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز. من سيكون؟ أرسنال أم مانشستر سيتي؟ طاغى هذا الموسم. صح، وبالمناسبة في كلام في حلقة اليوم حيكون مهم جدا عن موضوع الكرة الذهبية ومن سيتوج بها. أعدكم بحلقة نارية استثنائية. رجعت لقطر قبل ساعات فقط بعد رحلة طيران استمرت 15 ساعة عائدا من أمريكا، سفرة امتدت ل 18 يوم فيها الكثير من الدروس والعبر والأكشن الذي لم يتوقف من أول لحظة وصلنا فيها لوس أنجلوس. أعدكم بحلقة قريبا أشرح لكم فيها كيف انسرقنا في أمريكا وكيف صرنا حديث الوطن العربي وكيف تعاملت معنا الشرطة الأمريكية وما هي أمريكا وشعبها وولاياتها. لا تفوتكم، حتكون حلقة كثير حلوة. اربطوا الأحزمة لحلقة اليوم، بفضل انك تحط الحلقة على شاشة تلفزيون سمارت، لايك للحلقة الآن قبل الدخول بالتفاصيل الممتعة، وإذا مش مشترك معنا في القناة اشترك. ليش؟ لأنه هاي الفترة من الموسم هي الأهم، إياك يفوتك أي حلقة راح ننزلها، ولسه بعد الموسم في يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024، فالمتعة حاضرة حاضرة، ففعل جرس التنبيهات على كل الإشعارات، وانطلقنا الآن. طيب نظام هاي الحلقة، رح نفتح ملف ملف ونسكره، كل ما نسكر ملف نفتح الملف اللي بعده، واضح؟ طيب حتى نقطع الشك باليقين، هذا رأيي في موضوع الكرة الشائكة في لقاء الريال والبايرن، كرة التسلل في نهاية المباراة. الكثير من اللغط والكلام الذي سال حبره في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى اللاعبين اختلفوا، تصريحات من هنا وهناك، تخل يصرح وأنشيلوتي يرد، ودي ليخت ومولر كذلك بقصروا، وكلام كثير وكثير جدا. شوفوا يا أحباب، في حالات شائكة كما هذه، اسمع من المحايد، أنا لا ناقة لي ولا جمل لا في ريال مدريد ولا في بايرن ميونخ، المشجع يبقى رأيه عاطفي إلى حد ما، مع إنها حالة جدا سهلة والخطأ فيها واضح جدا المفروض انه ما نختلف عليه. الحكم الرائع الافضل في العالم مارجينياك وقع في المحظور، ومن اوقع في المحظور هو مساعد حكم الراية. الكرة ملعوبة من كيميتش عالية بانطلاقة هجومية من ثنائي البايرن، نصير مزراوي ودي ليخت مع انهم مدافعين، ومولر يترقب، وخط دفاع ريال كامل تقريبا موجود على خط واحد. حكم الراية ارتأى انها تسلل، رفع رايته، مباشرة مارجينياك استجاب لحكم الراية وصفر، وهنا الخطأ. كان عليه ان لا يصفر لانه بصافرته لعيبة البايرن استمرت في الهجمة ولعيبة ريال مدريد توقفوا بالمقابل. البايرن سجل بس لونين اصلا واقف حكم صافرة الحكم. كان على الحكم مارجينياك ان لا يطلق صافرته وان يدعي الهجمه تمضي حتى لو فيها تسلل. بعد ذلك بنتاكد من الفار، الفار يحكم بالامر ان كانت هدفا، وان ما كانت هدفا فاستمر اللعب. الصافره المبكره هي التي قتلت كل شيء. حتى هذه اللحظه لا يمكن البت والجزم فيها، لا انا ولا انت يا مشجع البايرن ولا مشجع ريال مدريد، لا يمكن ان تحسم شيء. ما بتفي تسلل مش تسلل، لا نمتلك التقنيه، الفار لم يتدخل من الاساس، الحكم اوقف اللعبه. الخطا مش خطا ريال مدريد ولا خطا البايرن، الخطا خطا الحكم مارجينياك. سكرنا هذا الملف، هات اللي بعده. ريال مدريد اقصى بايرن ميونخ وصل نهائي دوري ابطال اوروبا للمره 18 في تاريخه، سبقها 17 مره وصل فيها الريال، فاز 14 مره وخسر 3 فقط. الريال صعب يخسر نهائيات يا اخوان، بس هذا مش الرقم الوحيد الجبار للريال. اما زال الب...
البعض عنده شك انه ريال مدريد هو سيد بطولة دوري ابطال اوروبا وسيستمر هذا اللقب لسنوات طويلة. ريال مدريد صعب المهمة على كل خصومه. من يلحق ريال مدريد؟ من ينافس ريال مدريد؟ من سيكون الند لريال مدريد؟ لما تدخل متحف هذا النادي راح تعرف انك دخلت لمتحف اعظم نادي في العالم. دخلته اكثر من مرة وفي كل مرة انصعق من هول ما ارى. نعم هو نادي القرن وهو سيد بطولة دوري ابطال اوروبا. ممكن يسقط الريال؟ طبعا ممكن جدا، من ايهم بشر مش مجاوذين ولا سحرة ولا يمتلك انشيلوتي ساحر افريقي. ممكن يخسر النهائي؟ طبعا جدا ممكن، وهو نفس الريال اللي خسر الموسم الماضي من السيتي 4-0 في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. اذا هو ليس عصي ولكن يبقى الافضل من الجميع. يمرض موسم فيعود الاخر، فريق يعرف رد الاعتبار لنفسه. محظوظ مشجع ريال مدريد، حقيقه محظوظ. سر كثيرا في هذا العصر، شاف انجازات ونجاحات كثيره اي مشجع غيره بيتمناها. هذا مش كلام عاطفي، هذا كلام الحقيقه والعقل والمنطق يا اخوان. اذا الريال وصل نهائي دوري ابطال اوروبا 18 مره، في المركز الثاني ميلان وبايرن ميونخ وكل واحد منهم وصل 11 مره. بايرن ميونخ صار عنده عقد اسمها الفرق الاسبانيه. من اخر 8 مرات واجه فرق اسبانيه في الادوار الاقصائيه لدوري ابطال اوروبا فاز مره واحده فقط على برشلونه 2020، وودع في 7 مرات من عام 2014 حتى عام 2024. 4 منهم كان ريال مدريد هو الخصم، ولذلك كارل هاينز رومينيجي الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ قال من 2012 ونحن نواجه صعوبات مع نادي ريال مدريد بات الدابه السوداء لنا. قبل موسمين في 2022 في دور نصف النهائي في سانتياغو برنابيو في لقاء الاياب لدور نصف النهائي، في الدقيقه 90 كانت النتيجه 1-0 لمانشستر سيتي وبالمجموع 5-3 للسيتي، بس في الدقيقه 95 كانت النتيجه 3-1 لريال مدريد وبالمجموع 6-5 لريال مدريد. فتاهل ريال مدريد الى النهائي وواجه ليفربول وكان بطلا متوجا في باريس وقتها. وبعدها بعامين في 2024 في دور نصف النهائي في سانتياغو برنابيو في لقاء الاياب حتى الدقيقه 87 النتيجه 1-0 لبايرن ميونخ، وفي الوقت بدل الضائع يقلب ريال مدريد النتيجه الى 2-1 ويتاهل بذات السيناريو الهيتشكوك المجنون الريمونتادي. اوقفوا ريال مدريد، اوقفوا جنونه، فريق لا يموت. تتذكر شو قلنا الحلقه الماضيه؟ اقتل ريال مدريد وتاكد انك قتلته وما تلف وجهك تمضي الى ان تتاكد انه مات، فان لم تتاكد سينهض في اي لحظه ويقتلك ويطعنك في ظهرك، فلا تلومن الا نفسك. بايرن ميونخ يخرج بموسم صفري لاول مره من 12 موسم. فينيسيوس جونيور يفوز بجائزه رجل المباراه في لقاء الذهاب في ميونخ ورجلا للقاء الاياب في مدريد. ذات الامر حصل لماتس هوملز مدافع بروسيا دورتموند، كان نجم لقاء الذهاب في دورتموند ونجما للقاء الاياب في باريس. وعلى سيره فينيسيوس جونيور، من سيكون بطلا متوجا بالكره الذهبيه لهذا العام؟ فينيسيوس جونيور ام زميله بيلينغهام؟ ام ان هناك خصم ثالث يترقب بهم؟ راح افتح هذا الملف بعد شوي. المهاجم الاسباني خوسيلو صانع الاعجاز في اللحظات الاخيره في لقاء الريال والبايرن. خوسيلو قبل 12 عام في 2012 كان يطلب من المتابعين روابط حتى يتابع مباراة لنادي ريال مدريد. بعدها بعشر سنوات في 2022 قبل عامين ذهب مسافرا لباريس ليؤازر فريقه اللي بيحبه ريال مدريد مع انه ما كان لاعب إلهم، ليشجعهم في نهائي دوري ابطال اوروبا يوم توجوا على ليفربول وقتها. لم يكن يعلم خوسيلو انه بعدها بسنتين سيكون هو الاسم الالمع والابرز وسيكون حديث الصحافة العالمية ونجم نصف النهائي ويأخذ فريق ريال مدريد الى نهائي دوري ابطال اوروبا. لاعب صبر كثير هذا الموسم، عشش على الدكة ولكنه ما توانى ابدا واعطى من قلبه، ولما طلبوا انشيلوتي كان يعطي لعب دقائق قليلة إنتاجه فيها كان كثير. وانتظروه في يورو 2024 مع المنتخب الإسباني. أنشيلوتي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، كأعلى مدرب في التاريخ يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا. كم لقب عنده؟ 4. خسر واحد في 2005 مع الميلان، 2003 و2007 مع الميلان، و2014 2022 مع الريال. قد يكون لقب الخامس ليبتعد عن كل منافسيه. أما أكثر لاعب وصول لنهائي دوري أبطال أوروبا فهو توني كروس. كروس صار واصل نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مرات يا عفو الله الرحيم. كروس الذي عاد بفورمة مرعبة الآن، لاعب اعتزل دوليا، جلس على الدكة في الريال، انفجر في العام الجديد 2024 نسخة مرعبة قل مثيلها. من وين طلعت هذه النسخة يا توني كروس؟ عاد للمنتخب الألماني من أوسع أبوابه واسترجع مكانه الأساسي في نادي مدريد ورجع حجر أساسي على رقعة الشطرنج ليقول أنا الأفضل في العالم في مركزي هذا. سلبية هذا اللاعب هي تصريحاته السيئة. في غضون 10 سنوات ريال مدريد يصل 6 مرات لنهائي دوري أبطال أوروبا، أليس هذا هو الجنون بعينه؟ أنطونيو روديجر. أنطونيو روديجر هذا المدافع الأسمر الألماني ذو الأصول السيراليونية المسلم يثبت يوم بعد اخر انه افضل قلب دفاع في العالم حاليا. سجل ركله الترجيح الحاسمه ضد مانشستر سيتي في دور ربع النهائي وقدم اسيست الكره الحاسمه في الهدف الثاني لريال مدريد في دور نصف النهائي في الاياب. طيب في هذه المباراه مين كان الافضل بين الريال والبايرن؟ يا اخوان هذه ما فيها شك، ريال مدريد كان افضل بالطول والعرض. الريال هدد وسيطر واستحوذ وكان اكثر وصول للمرمى. مانويل نوير العملاق الحارس التاريخي الذي يصنف عند الكثيرين الافضل في التاريخ طغى في هذه المباراه، قدم وجه مرعب، وقف حائط صد حاجز منيع امام كل الهجمات المدريديه، كسرت عنده كل الهجمات، ولكن في النهايه خطا الشاطر بألف. هو انسان وممكن يغلط مش اله. الكره التي اخطا بها في دقيقه 88 يمكن صارت معاه في مسيرته الاف
آلاف المرات ولا يخطئ بها، ولكن عظم الموقف وحجم الحدث نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اللحظات الأخيرة، ممكن حارس بعمر 38 عام بكل هاي الخبرة أن يخطئ؟ نعم، هو مش بس فلتت منه كرة فينيسيوس جونيور وتهادت أمام خوسيلو، الخطأ اللي سبقها إنه فريقك متقدم 1-0، الكرة في إيدك، هدي اللعب وموته، لماذا الاستعجال؟ رماها طويلة فقطعت، ثم كانت الهجمة المدريدية. مين أنا لأعلم نوير شو كان لازم يعمل في هاي اللحظة؟ حتى نكون منصفين، مانويل نوير ينسب له الفضل الأكبر في فوز بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2020 على باريس سان جيرمان، في لقاء صورت فيه ردة فعلي أنا وأصدقائي، صرخنا على نوير كثيراً، طغى في ذاك اللقاء، ولكن كل إنسان له صعود وهبوط، لحظات يعز فيها وكب الجواد، وما حصل يوم الأربعاء هو إنه مانويل نوير بإيده سلم ريال مدريد مفاتيح بطولة دوري أبطال أوروبا. طيب، في علم الفن النبيل الملاكمة، إن ما حسم النزال بالضربة القاضية النوك أوت، الحكام يحددوا من الفائز بالنقاط، من سيطر على النزال، من لمس الثاني أكثر. إن أردنا أن نسقط هذا العلم على كرة القدم، بنقدر نقول إن ريال مدريد في علم النقاط والفن النبيل هزم البايرن، كان أفضل بالمجمل ما بين ذهاب وإياب، ولكن الفريق اللي كان أفضل من ريال مدريد في علم النقاط كان مانشستر سيتي. ولذلك كنت أقول إن ريال مدريد ومانشستر سيتي هي المواجهة الأقوى في دوري أبطال أوروبا، ومن يتأهل منهما سيكون بطلا لدوري أبطال أوروبا. هذا الكلام صحته من عدمها متوقف على دورتموند في النهائي، ولكن ما زلت ارى انه مانشستر سيتي هو اقوى فريق في العالم حاليا، ولما ينطلق الموسم الجاي وتسالوني من هو المرشح الاول لبطوله دوري ابطال اوروبا، ساعود واقول مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد اللي في علم النقاط والفن النبيل كان افضل من ريال مدريد. هذا الكلام اذا ما عجبك عزيزي المشاهد فانا اسف، هي عاطفتك التي تقودك. انا هنا لا احابي ولا اجامل، انا لا اشجع ولا واحد من الانديه، خذ راي المحايد في هذه الامور. طيب، في ملف اخر ايضا بدنا نفتحه عن الحكم مارجينياك. الحكم احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع، وفي اثناء 9 دقائق الوقت بدل الضائع اشر الحكم ورفع ايده لدقيقتين زياده، فالمفروض ينهي عند 11، بس المباراه استمرت ل 15 دقيقه صح. طبعا فكره اصلا انه يرفع ايده لزياده وقت بدل ضائع داخل الوقت بدل ضائع هو امر غير معتاد في عالم كره القدم، ولكن بسبب الضغط الحاصل عليه والسيناريو المجنون في المباراه اضطر ان يفعلها ويرفع للعالم كلهم فيه كمان دقيقتين راح اضيفهم، ولانه الحكم مارجينياك اصلا جبار ارتأى انه يعمل هاي الحركه. هلا هو عنيف بيخترع، بس لا ننسى انه قتلني يا زين غصه في قلبي يوم 18/12/2022، هو اللي كان حكم هنا في لوسيل لما خسرت، ورب الكعبه دمرني. نرجع للموضوع، في اثناء الدقيقتين صار شويه اكشن، لشويه اكشن مش راح يرجع كمان مره ويرفع ايديه كمان مره، اضطر انه يمد، لانه قانونيا اثناء الوقت بدل الضائع اذا ضاع وقت زياده يضاف على الوقت بدل الضائع، مش كل مره راح يرفع لنا ايده ليحكي لنا كم دقيقه راح يضيف. المره الاولى رفع لنا دقيقتين، المره الثانيه ما رفع لنا ولا شيء. توماس توخيل المدرب الالماني الرائع اللي انا مع استمراره مدربا لبايرن ميونخ، قدم اداء عظيم في المباراتين بين ذهاب وإياب، هو الذي لم يخسر في البرنابيو ولا مرة في حياته، كانت المرة الأولى بعد ما صمت 88 دقيقة، ولكن كل بداية لها نهاية، سقط أخيرا توخيل في جحيم البرنابيو. طيب، نهائي لندن 1-6 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند سيكون ثالث نهائي يخوض ريال مدريد ضد فريق ألماني. النهائيين الماضيين فاز فيهم ريال مدريد ضد الفرق الألمانية، في عام 1960 فاز ريال 7-3 على إنترخت فرانكفورت في النهائي، وفي عام 2002 بهدف زيدان الرائع ريال مدريد توج في الهامبدن بارك 2-1 على ليفركوزن. هذا النهائي الثالث لريال مدريد ضد فرق ألمانية، هل يتوج به؟ بدكم أمنياتي ولا تحليلاتي وتوقعات؟ توقعاتي لن أغير، ريال مدريد صعب يخسر نهائي، أما أمنياتي فأنا الذي كنت أتمنى أن يكون باريس سان جيرمان في النهائي، من منطلق أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا أقوى بأسماء النجوم الحاضرة فيه، أمر مصحوب كذلك بحزني على باريس سان جيرمان والسيناريوهات التي يخرج منها من دوري أبطال أوروبا في العشر سنوات الأخيرة، تمنيت باريس في النهائي حقيقة، ولكن طالما وصل دورتموند فهذا الكلام راح يزعل مشجعي ريال مدريد. أتمنى شخصيا أن يكون بروسيا دورتموند بطلا لدوري أبطال أوروبا، ليش؟ لأنه بالنسبة لنا مشجعين كرة القدم لو فاز ريال مدريد باللقب وهذا الأرجح فستكون بطولة مثل باقي البطولات، خلاص المدريد طغى وتجبر، عنيف جدا، يمكن نصير ننسى السنوات، ما في شيء مميز، بس بفوز بروسيا دورتموند سنبقى نقول ونردد لسنوات طويلة، 2024 هي السنة التي توج فيها دورتموند بطل لدوري أبطال أوروبا، أمر لن ينسى أحد في العالم من محبي كرة القدم، لن تكون نسخة منسية لو فاز بها دورتموند، لو فاز الريال مشجعي المدريد أكيد لن ينسوها، بس لا تعتبوا على أي مشجع بدلك إذا لخبط بعدد السنوات ال 15 التي توج فيها ريال مدريد. أنا حزين على هاري كين، مهاجم أراه برأي واحد من أفضل ثلاث رؤوس حربة في العالم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، ستايل بعيد وبزيد أنه لا يشبه أحد على الإطلاق، ولكن هاري كين 14 موسم في عالم الاحتراف في كرة القدم من دون أي لقب على الإطلاق، صفر بطولات، ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ هو نحس يلاحقه، قد يكون العوض في يورو 2024، الله يستر، هذا ما لا أريده. طيب، قبل ما أتكلم عن تأهل بروسيا دورتموند للنهائي على حساب باريس سان جيرمان، خلينا نفتح ملف الكرة الذهبية. في معضلة صغيرة هاي السنة، إنه لاعبين من نفس الفريق يتنافسان على الكرة الذهبية لهذا العام، فينيسيوس جونيور وبيلينغهام، من الأفضل؟ من الأحق بها؟ في حال توج ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا، كأرقام وزخم يمكن بيلينغهام وبحكم إنه إنجليزي يكون أقرب للأمر، ولكن إذا بدنا الصراحة فينيسيوس أحق بها، فينيسيوس أكثر إنتاجية، فينيسيوس أخطر. الأمر ليس بالأرقام، بالخطر الداهم، بالأثر الذي يقدمه في الملعب، بتأثيره الإيجابي على فريقه وخطورته على الفرق المنافسة. فينيسيوس ينضج موسم بعد آخر، يمكن عقليته
شوي بدها تحسين. شفنا له في المباراة لقطة مستفزة مع كيميتش، بالمناسبة في المباراة هو دمر كيميتش، أهانة كيميتش. بس في أمر آخر بدي أحكي لكم إياه بالنسبة للكرة الذهبية، إحنا في عام اليورو 2024، وفي عام اليورو الجوائز تمنح قياسا على اليورو. لو المنتخب الإنجليزي حقق اليورو سأقول لكم أنا مغمض إنه بيلينغهام سيكون أفضل لاعب في عالم صاحب البالون دور، ولكن إن ما حققها المنتخب الإنجليزي وحققت البرازيل كوبا أمريكا 2024 في الصيف القادم، فأنا بقطع لك جازما إنه فينيسيوس جونيور سيكون البطل المتوج بالكرة الذهبية لهذا العام. أما إن توجت فرنسا بطلة ليورو 2024 فهو أنا مغمض من الآن بحكي لك كيليان مبابي سيكون بطلا للكرة الذهبية 2024، خاصة إذا قدم أداء استثنائي كما فعل في كأس العالم 2022. ليش محمد؟ أن يتوج مع منتخب بلاده قائدا لمنتخب بلاده بأهم بطولة في العالم هذا العام يورو 2024، وأن يكون أخذ فريقه باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فهذا يعني إنه كيليان مبابي سيتوج بالكرة الذهبية. بكل الأحوال هي بين هذا الثلاثي برأيي، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام، كيليان مبابي. أعطيتكم الشروط الثلاث، بيلينغهام أن يتوج باليورو، مبابي أن يتوج باليورو، فينيسيوس جونيور أن يتوج بالكوبا أمريكا. بتعرفوا شو الفرق بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وباقي الفرق بشكل عام؟ لعيبة مدريد لا يخطئوا، لو نظرنا للخصوم أخطائهم الفردية هي القاتلة. كيف رجع الريال؟ بخطأ فردي من مانويل ناير، خطأ يحول كل شيء. لعيبة ريال ما بيغلطوا، ارجعوا راجع التاريخ بكل السيناريوهات المجنونة اللي تتأهل بها ريال مدريد، ستجد أن لعيبة الخصم قد أخطأوا. الخوف من اسم ريال مدريد بعبع مرعب مخيف، شبح يطارد أي لاعب ممكن يوقع بالأخطاء حتى لو كان لاعب عظيم مثل مانويل ناير. مانويل ناير هو أكثر حارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا تلقى أهداف من نادي ريال مدريد. قائد الريال ناتشو وكارفاخال وكروس ومودريتش على أعتاب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخهم. تعرفوا شو يعني؟ يعني أن يكونوا في المركز الثالث بين المتوجين بدوري أبطال أوروبا منافسة مع أندية عملاقة. إن كان ريال عنده 15 لقب إن توج، الميلان عنده 7، في المركز الثالث هذا الرباعي من لاعبي ريال مدريد زائد نادي ليفربول، لاعبين ينافسوا في تاريخهم أندية عملاقة عريقة، لك أن تتخيل. طيب بالنسبة لباريس سان جيرمان ودورتموند، مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند كانت أجمل بكثير من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ إذا ما استثنينا العشر دقائق المجنونة الأخيرة في لقاء الريال والبايرن. كل ما عدا ذلك كان لقاء باريس ودورتموند أحلى بكثير، مباراة كانت رائعة فيها الكثير من الإثارة. مسكين باريس سان جيرمان، لو عاد بي الزمن لقطعت بأن باريس سيتأهل على حساب دورتموند. باريس بالمجمل كان أفضل ما بين ذهاب وإياب، أكثر وصولا، ضرب القائم والعرض 5 مرات. تخيلوا إنه عرض العرض والقائم هو 12 سنتي فقط. في المقابل أبت الكرة أن تلج الشباك في 180 دقيقة، شباك عرضها 7 أمتار و32 سنتيمتر وارتفاعها 2.44 سنتي. الجنون بعالم كرة القدم. باريس كان أفضل نعم، ولكن برعونة وأخطاء لاعبيه وسذاجتهم، بقول بأكد سذاجتهم. شو فائدة يا ديمبلي إنك تكون لعيب مهاري على الآخر تقصي برشلونة وتعنفه، وفي النهاية لما باريس سان جيرمان ينتظر منك أن تضع الكرة في المرمى، يا عمي بس ضعها في إطار المرمى، دع كوبي يصدها ما عندي مشكلة، بس حطها في المرمى، ضعها خارج إطار المرمى. يا مبابي شو فائدة الإعجاز الكروي الذي تقدمه، متعة العين البشرية التي تشاهده، ولكن إنتاجيا ما في أهداف، خطورة ورا خطورة، وصول ورا آخر، تسديدات بعيدة المدى، بس ما في أهداف. أنتوا اللي بتضيعوا. في مقابل روعة أداء بروسيا دورتموند، صلابة دفاعية قل نظيرها، هجمات مرتدة من طراز عالمي، ومهارة سانشو على اليمين وأديمي على الشمال. يا عفو الله ما أمتع من فريق اللي تشاهده. باريس سان جيرمان ضيع كثيرا فخسر، دورتموند وصل قليلا فسجل وأنتج وأثمر. دير بالك دورتموند لا أظن أن يكون لقمة سائغة في النهائي، دورتموند عنده دفاع أقوى من البايرن بكثير، ثلاثي خط دفاع ألماني دولي راح تستمتع بمشاهدتهم في اليورو. ماتس هاملز عودة من الباب الكبير، 36 عام، متر 91 سنتيمتر. ماتس هاملز من عام 2013 لعام 2016 كان برأيي واحد من أفضل 3 قلوب دفاع في العالم. الآن بهذا السن وبهذه الخبرة كان نجم فوق العادة في دور نصف النهائي في لقائي الذهاب والإياب. ماتس هاملز مش بس سجل الهدف في مرمى باريس سان جيرمان، ماتس هاملز طغى في الدفاع، طغى في تدخلاته، رونق أداؤه. يا عفو الله ما أمتع من لاعب، حل دفاع رائع وحل هجومي فتاك. ولا أنسى ما حصل في دور ربع النهائي في كأس العالم في البرازيل 2014. طب آخر بدي احكي باير ليفركوزن، قلت لكم في حلقه خاصه بعد نهايه الموسم حتكون عن باير ليفركوزن، راح نفصله تفصيل، ولكن باير ليفركوزن بالامس عمل رقم تاريخي. باير ليفركوزن سبق قلت لكم انه حقق افضل رقم في تاريخ الدوريات الخمسه الكبرى لما حقق 43 مباراه من دون هزيمه، ولكن كان في رقم واحد مستعصي عليه خارج الدوريات الخمسه الكبرى، كان رقم لنادي بنفيكا البرتغالي. بنفيكا اللي كان عنده سلسله من 48 مباراه من دون هزيمه، بالامس بلقاء روما في اياب دور نصف النهائي للدوري الاوروبي وصل باير ليفركوزن ل 49 مباراه من دون هزيمه ليكون الرقم أكبر في تاريخ كرة القدم قاطبة. من يوقف باير ليفركوزن؟ باير ليفركوزن الآن في نهائي الدوري الأوروبي ليواجه أتلانتا الإيطالي، مباراة سنشاهدها بعد 12 يوم في 22 من شهر مايو الحالي. إن تأهل باير ليفركوزن فلن يبقى لنا إلا أن ننتظر مباراة السوبر الأوروبي، هل تكون مع ريال مدريد أو تكون مع بروسيا دورتموند؟
بالضبط. وعلى فكره في شيء في باير ليفركوزن بيشبه ريال مدريد، هما ملوك اللحظات الاخيره والوقت بدل الضائع، ولذلك البعض بيتوقع ان تواجه هذان الفريقان في السوبر الاوروبي انه المباراه بينهم فعلا تبدا عند الدقيقه 90 وانت طالع. اظن هذا الموسم 9 او 10 مرات نصل الى الدقيقه 90 وليفركوزن خسران وفجاه بوم يقلبها. وعلى فكره باير ليفركوزن هذا ثاني نهائي يصل هذا الموسم، وصل لنهائي كاس المانيا والان هو في نهائي الدوري الاوروبي. موسم استثنائي، موسم اعجازي، موسم لن ينسى على الاطلاق. في كلام كثير عن هيكي في الحلقه القادمه يوم الاثنين ان شاء الله، راح اخبي كثير من كلامي حتى تلك الحلقه. احكوا لي في خانه التعليقات ليش وصل مدريد وبروسيا دورتموند، ولماذا ودع باريس وبايرن ميونخ؟ هل تؤمن فعلا بفكره شخصيه البطل لنادي مدريد في دوري ابطال اوروبا؟ اؤمن. عز الدين يؤمن. لايك الحلقه الان واشترك معنا في القناه، في الحلقات القادمه متعه منقطعه النظير. لب العشرة مليون. اللي ما بتابعني في السوشيال ميديا خسر كثير، هاي حساباتي الشخصيه تابعوني من خلالها. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم.